انا بسال الشيخ احمد كريمه بقول له لو انا طالع عمره، انا طالع ان شاء الله الاسبوع الجاي طبعا انا هحرم من المطار، طب بعد ما اعمل العمره الاولانيه هل يجوز ليا بعد اقامتي في السعوديه 3 ايام ان اعمل عمره ثانيه ولا لا؟ بعض الناس بيقولوا اه وبعض الناس بيقولوا لا، فبسال الاستاذ احمد الشيخ احمد كريمه هل يجوز ان اعمل كذا عمره ولا لا؟ انا بسال الشيخ احمد كريمه ليه ما فيش انبياء من السيدات؟ انا بوجه سؤال للشيخ احمد كريمه، هل الشباب في سن ما تحت ال 18 سنه التدخين ليهم حرام ام حلال؟ انا عندي سؤال، لو مامتي قالت لي على حاجه اعملها وانا مش مقتنعه بيها، فهل ده حلال ولا حرام؟ انا بوجه للشيخ احمد كريمه سؤال، وهو هل الحب حرام؟ هل لبس البنطلون المقطوع حرام ولا حلال برضه، ان انا باين ركبتي مثلا كده ولا لا؟ احب اسال الشيخ احمد كريمه، هو الواحد ساعات بيبقى مش عايز يعمل الحاجه وبيعملها بصراحه بقى، وبعد ما بيعملها بيستغفر، بس مش المعصيه اللي هي الكبيره يعني، هل ده بيقسم الواحد عليه قوي ولا ايه بالظبط؟ وانا دلوقتي انا طالب ثالث ثانوي، هل مثلا لو عندي زميلتي مثلا قلت لها عبرت لها باحساس ان انا مثلا معجب بيها او كده ده حرام ولا عادي ولا ايه؟ انا بسال الشيخ فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه وبقول له ايه الفرق بين الزكاه والصدقه؟ وامتى تطلع الزكاه؟ وامتى اتصدق على اللي يعني يستاهل الصدقات اكتر؟ هل تربيه الكلب في البيت فعلا بتطرد الملائكه وكده؟ ولا لا؟ عايزين مثلا الشيوخ تنزل الشارع وتتكلم مع الشباب وتعرفهم الدين ده كويس، عشان مثلا الصلاه عماد الدين، ومن قام فقد اقام الدين، ومن هدم فقد هدم الدين. فاحنا عايزين مثلا يعني معظم الشباب اليومين دولت لا تفقه شيء عن الدين خالص ولا اي حاجه من دولت، فاحنا عايزين بس يعني ايه حاجه بسيطه خالص، الصلاه مثلا، او تكلمهم عن الوضوء يتوضوا صح ازاي ويصلوا صح، ودي حاجه بسيطه جدا ممكن نقدمها للشباب اليومين دولت. انا دلوقتي في ثالثه اعدادي اسمي ياسين، عايزين دلوقتي نعرف الغش حرام ولا حلال.